صديقي لا يحب حضور مجالس العلم، والآن أتيت به وهو يسمع، أرجو إخباره بفائدة المجالس والدعاء له ولنا. والله يا أخي اللي جيت، يعني نحن سررنا بك وتباركنا بك، ولعل الله عز وجل هيك ببركتك أن يشملنا جميعا بمغفرته. نصيحة نصيحة والله يا أخي، نحن الله أكرمنا قبلك، مررنا في هذا الطريق، واحد من أسباب ما وفقنا الله تعالى إليه حضور مجالس العلم. والله يا أخوان، لأنه في مجلس العلم يحدث أشياء ما تفكروا، بس الكلام الذي يقال وتسمعونه والموعظة الذي تستفيد أنت منها ويتأثر قلبك أو لا يتأثر قلبك ويتأثر فكرك أو لا يتأثر، يحدث في مجلس الذكر ومجلس العلم مداوات لأمراض قلبية، شيء إخراج لأغلال من الصدور، لآفات وعلل والله لا يرفعها إلا الله. سبحان الله، ببركة هيك مجلس العلم، ببركة الحاضرين، لا نعرف يعني فينا من هو تائب إلى الله، فينا من هو راجع إلى الله، فينا من له حال عند الله، فينا من له خاطر عند رب العالمين. والقوم لا يشقى بهم جليسهم، والأحاديث في هذا كثيرة، تحف مجلس العلم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل فيهم السكينة، يذكرهم الله في من عندهم. فنصيحة نصيحة، تعال دائما إلى مجلس العلم، والله أنت الكاسب وأنت الرابح. وأنتوا يا شباب، ما أحد بيناتكم يفارق مجلس العلم حتى يفارق الحياة.